مين هي ومين لو وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومين. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم من الساعة 1 للساعة 2:30 على الهواء مباشرة. يوم السبت زي ما حضراتكم متعودين خاص بالشيف سامح صبحي بيعمل لحضراتكم فيه أشهى وأطيب الأكلات بناء على رغبات وطلبات حضراتكم والأجواء اللي احنا بنمر بيها. احنا ماشيين كده سلسلة حلقات للمدارس. أنا برحب بحضراتكم جدا وبيك يا شيف. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ كله كويس. مساء الخير على حضراتكم، ازيك؟ الحمد لله. مبسوطة؟ انت اخد سلسلة حلقات للمدارس، عملنا كده يعني حلقتين اللي فاتوا كانوا للمدارس والنهاردة كمان هتشتغل على بالزبط. نفس احنا هنشتغل. احنا قلنا بنعمل تحضيرات للمدارس، فهنعمل كل اللي احنا بيتطلب من ولادنا. انا عندي ولاد زيكم بالزبط وبيتطلب مني نفس الكلام. احنا عملنا اللانشون الفراخ وعملنا البلوبيف اللحمة، وكنا قبل كده عملنا همبرجر اللحمة. أيه. النهاردة هنعمل همبرجر فراخ، وهنعمل فطيرة التفاح بس بشكل مختلف شوية. والهمبرجر الفراخ النهاردة هنعمله بشكل مختلف خالص عن كل اللي بتشوفوه في السوق. هنعمله من غير دقيق ومن غير إضافات ومن غير أي حاجة خالص. هنتعامل معاه معاملة راقية جدا، وهيطلع معانا أحلى همبرجر فراخ في الدنيا مختلف خالص للولاد. كويس. وهنعمله صوص بسيط وسهل من البيت، مش بقى الرانش والكرانش والحاجات دي، لا هنعمل حاجات كده سهلة كده من البيت ظريفة كده. ولو معانا شوية وقت كده تابعونا، يعني هنعمل كام سندويتش ظريف كده للمدرسة. يعني هنبتدي بفطيرة التفاح الأول. ماشي، هنبدأ بالحلو يعني. هنبدأ عشان هي هتخش الفرن، هتاخد حوالي نص ساعة. فنحطها في الفرن وبعدين نشتغل في الهمبرجر ونشوف هنعمل ايه. ماشي جميل. كويس. احنا ممكن نجهز الاول العجينة وبعدين نبقى نقطع التفاح وبعدين نحطهم وننزلهم. كويس. احنا المقادير على الشاشة، هي المفروض ان المقادير بالطين، بس هو البيض ده صغير الصراحة يعني، فانا قلت اخد ثلاثة. طيب احنا كده هنبدأ بفطيرة التفاح والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة والشيف بيشتغل. بالظبط كده. قلنا ناخد ثلاث بيضات عشان البيض ده حجمه صغير. تمام كده؟ يعني لو المقاس اكبر من كده فنحط اتنين بس. يعني لو البيض معقول في حجمه الطبيعي يعني نحط يعني واحدتين بس. هي بتبقى بسيطة وصغيرة وسهلة كده يعني، فهنعمل كده يعني. جميل. تمام كده؟ هناخد معاها 100 جرام سكر بالمعيار. انا اشتغلت بالكوبايه المعياريه دي، لو عند حضرتك اشتغلي بالكوبايه دي كل حاجه، لو مش عند حضرتك هنشتغل بكوبايه واحده نفس الشكل ونفس المقاس. خدنا 100 جرام سكر وهنحط نقطتين فانيليا. بقى احنا مش هنحط فانيليا كتير لان احنا هنحط قرفه. نضربهم ثلاث دقايق كده بس، ايه يعملوا كريمه كده. نتأكد بس ان السكر داب، يعني احنا بنضرب نتأكد ان السكر داب. هي ثلاث بيضات والقرفة والسكر، عشان اللي ما تابعش معانا من بداية الحلقة بدين مع حضراتكم بالحلو الفطيرة التفاح. هناخد معانا برضو 100 جرام لبن، نفس المقاس اللي حطيناه، سكر
حطينا لبن بعدين هناخد معانا حوالي 200 جرام دقيق منخول طبعا ومعلقه نشا بالظبط كده ناخد معانا معلقه بيكنج باودر تمام كده جميل نسميها كيكة التفاح أو فطيرة التفاح صح؟ فطيرة هي مش كيكة لأن ما فيهاش زيت فهنعملها فطيرة يعني هي هتبقى مش هشة صح؟ ولا استنى لما أشوف ولا إيه؟ مش عايز ترد ليه عليا؟ حاطط بيكنج باودر قدامي وحاطط بيض أكيد هتبقى هشة طب أنت ليه بتقولي مش هشة بقى؟ ما أنت بتقولي مش كيك طب ما انا قلت لك مش كيكه كامله لان احنا ما حطيناش فيها زيت فهي يعني فطيره اقرب للفطيره من الكيكه ماشي اوكي فاحنا هناخد بس معانا تفاحتين ثلاثه كده على زي ما يكون يعني خدنا فوائد البيض واخدين فوائد التفاح فيعني اللي برضو مش بيحب ان هو ياكل كل حاجه لوحدها ممكن ان احنا نعمل فطيره التفاح دي تاخد منها كل العناصر اللي موجوده في البيض ناخد البروتين ناخد الحديد من التفاح يعني مفيده برضو جدا للاطفال الصغيرين اللي ما بيحبش ياكل كل حاجه لوحدها بالظبط انا اقطع بس صغير انا ما رضيتش اقطعه طبعا عشان ما يسودش يعني بس احنا بنقطع دلوقتي هنحطه في ميه كده وليمون التفاح عشان على بال ما نقطع الكميه كلها عشان ما يبقاش يحتفظ بلونه يعني حضراتكم بأرقام التليفونات على الشاشة للي عايز يتواصل مع الشيف في حاجة جربتوها مثلا من الحلقات اللي فاتت عملنا اللانشون الفراخ عملنا البولوبيف وعملنا ايه تاني يا شيف عملنا ايه الحلقات اللي فاتت كانت عملنا لانشون الفراخ وعملنا البولوبيف وعملنا شوية سندوتشات كده بالتوست اللي جرب حاجه من الحاجات اللي الشيف عملها المره اللي فاتت يقول لنا طلعت ايه معاه في ايه حابين ان احنا نعمله مثلا الحلقات الجايه يعني شاركونا بارائكم ايه اللي ممكن عايزينه يتنفذ خلال مثلا فصل الفصل الدراسي اللي جاي يعني ممكن الاطفال الصغيرين ممكن يكونوا ما بيحبوش مثلا حاجات معينه فايه البدائل اللي انتم حابين ان هم يستخدموها في المدرسه الفتره الجايه تمام كده بتحاول توفق اكلات تستخدم فيها حاجات مفيده للاطفال واحاول ان انا برضو احط فيها حاجات يعني تكلفتها قليله وفي نفس الوقت تبقى مغذيه في نفس الوقت الحاجات اللي بيطلبوها الاطفال من الاماكن اللي احنا عارفينها اللي بالك فيها دي فاحنا بنحاول نقربها يعني بنحاول نقرب المسافه يعني الابل باي ده بيتعمل كذا شكل بكذا طريقه واحنا النهارده هنعمله كده بالطريقه اللي احنا بنشتغلها دي هتبقى جميله قوي وفخمه جدا يعني احنا كده قطعنا حوالي تفاحتين هناخد ثلاث تفاحات بالظبط مش هناخد الرابعه عشان هم حجمهم كبير يعني
ميه. عمال بس ما اقطع التفاحه الاخرانيه دي عشان ما يسودش مني. ميه وعليها نص ليمونه. طيب هناخد استاذه ماري. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتوره؟ ايه الاخبار؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. وحضرتك طيبه. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. قولي لي حضرتك اتفرجتي على الحلقات اللي فاتت؟ انا اتفرجت. انا عملت اللي عايزه اقول للشيف سامح ان انا عملت البلوبيف بس ما كانش عندي جيلاتينا فحطيت معلقه واحده نشا صح كده. انا عملته امبارح تمام وشلته في الثلاجه. هيبقى زي الفل ما تخافيش. اهم حاجه يكون اللحمه فيها دهون. كان فيها دهون بس هي عجلت لوحدها. هيمسك يبقى كويس؟ هي هتمسك لوحدها. الدهون هتمسك لوحدها لما تقعد في الثلاجه لان يعني احنا مش بنحتاج البلوبيف. هسيبها لحد النهارده في الليل برضو؟ لا يعني انت عاملاها من امتى حضرتك؟ امبارح في الليل يعني. يعني على اخر النهار كده طلعيها هتبقى زي الفل. على الرف بتاع الثلاجه. مفيش اي مشكله. اوكي شكرا يا شيف. تحت امر حضرتك وميرسي خالص على اللي انت بتعمله. ربنا يخليك. ويا ريت تكتب لنا بقى في التعليقات طلع طعمه عامل ازاي. ان شاء الله لما ادوقه. تحت امرك. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. سلام يا فندم. نورتينا يا استاذه ميري. تسلم ايدك مقدما. انا بحب كده بقى. بحب الناس اللي متابعه. بحب الناس اللي بتخش تجرب. بحب الناس اللي هي بتتصرف. ما عندهاش جيلاتين اتصرفت حطت نشا. انا عايز اقول حاجه. ممكن ما نحطش حاجه خالص لو اللحمه فيها نسبه دهون كافيه. ما نحطش حاجه خالص يعني ولا جيلاتين ولا لان احنا بنحتاج بعد كده البلوبيف ده. احنا بنشتغله على السخن. لو ما اشتغلناهوش على السخن بنفرده. بنحتاج ان هو يتفرد معانا على البارد كده وبيبقى ما فيش منه مشكله. مش لازم يبقى ماسك جدا يعني في الموضوع. تمام كده. خلاص احنا كده خلصنا الـ 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 الفطيره دي. بس انا مش عارف بقى نحطها فين. هنا ماشي. تمشي الدنيا كده. تمشي الدنيا. نجرب. انت بتعمل ايه اصلا عشان اقدر ان انا. احنا هناخد التفاح ده كده من غير ما نسويه من غير اي حاجه على الني كده. وعشان ما يأكسدش الشيف حط له ميه وليمون. يعني هتعمل الطبقه الاولانيه التفاح. هي كلها هتبقى طبقه واحده. هي ملهاش طبقات. هي كلها تنزل جوه بعضها دلوقتي وهتبقى تمام التمام. المقادير الفطيرة كانت البيض والسكر والدقيق والنشا والفانيليا بالظبط كده. فقلت ما حطيناش زيت ما حطيناش حاجة. ما حطيناش زيت ما حطيناش أي حاجة. أستاذ مينا مساء الخير. يا نور. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. إزي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل شيف سامح معاك. إزيك يا شيف عامل إيه؟ يا مساء الفل. إزيك يا أستاذ مينا؟ عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله بخير يا حبيبي طول ما أنتوا بخير. أنا كنت بس عايز أسألك على طارت البلح والتشيز كيك. طارت البلح اللي انت استاذ مينا بتطلب حاجات بقى صعبه وعايزه وقت. خلي بالك الحاجات دي عايزه وقت. بس حاضر من عينيا. حاضر مره كده حلقه كده عن الحلويات. ممكن نعملها في حلقه لوحدها الحاجات دي. حاضر. حاضر يا استاذ مينا. عينيا ليك. ماشي حاضر. ميرسي على اتصالك جدا. نورتنا يا فندم. شكرا جدا. ميرسي يا استاذ مينا. طارت البلح والتشيز كيك. بص التفاح ظاهر فيها ازاي. هي مش كيكه. حلو كده. وانا ما سويتش التفاح على فكره. تفاح ني جدا اهو. هندخلها الفرن نص ساعه بالظبط على حراره 180 درجه. طيب حلو قوي. احنا كده اول حاجه بدينا مع حضراتكم بالحلو. شوف عمل فطيره التفاح. ورينا طريقه بسيطه خالص ان احنا ممكن نعملها بيها. ما خدتش اي وقت يعني. برضو واحنا في المطبخ هو بدا بالحلو فاحنا ممكن نمشي بنفس الخطوات دي. ان احنا نبدا بالحاجه اللي هتدخل مثلا الفرن هتقعد شويه عقبال ما نخلص باقي الاكل. ارقام التليفونات على الشاشه للي عايز يتواصل مع الشيف. واللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه الحلقه بتبقى موجوده كامله على صفحه هي ومي وصفحه ميسات. موجود كل حاجه الشيف اشتغلها في مقاطع
وممكن حضراتكم تتواصلوا معنا تكتبوا لنا الحاجات اللي جربتوها قبل كده او الحاجات اللي عايزين الشيف يعملها الفتره الجايه. تمام كده؟ نعلق بقى على حاجه يا دكتوره؟ اتفضل. هي بصراحه كانت مضايقاني. ايه هي؟ الحلقه اللي فاتت حقيقه جالنا اتصال من حد يعني انا بحترمه وبقدره جدا يعني. بتقول لي يا شيف انت ما غيرتش ليه الجوانت بعد ما اشتغلت يعني. انا ما بلبس جوانت واحده، انا بلبس كتير فوق بعض. فما يعني حضرتك ممكن ما تاخديش بالك ان انا بروح اعمل كده واروح قالع فبفضل لابس ده، فانت ما بتاخديش بالك ان حضرتك ان انا لابس الجلافزات كلها فوق بعض. بس ده تعليق كده كان لازم اقوله يعني. انا ما بلبسش واحد واقلع واحد وكده، هي 3 4 بلبسهم فوق بعض بقضي بيهم وقت شويه. نخش بقى على الهمبرجر. احنا خلصنا خلصنا فطيره التفاح. الفطيره دي بنفس الطريقه دي بتتباع في اماكن كتير غاليه جدا، دي لما تطلع هنرش عليها سكر وقرفه هتبقى فخمه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتتعمل باشكال تانية كتير غير كده يعني. يعني دي طريقه من ضمن 5000 طريقه بيتعمل بيها فطيره التفاح، فدي طريقه عشان بس ما يبقاش في تعليقات ان احنا بنعمل ايه. احنا بنعمل طريقه من ضمن الطرق، ودايما انا بنقي ابسط طريقه ممكنه حضرتك تقدري تعمليها في 3 دقائق. احنا عملنا الفطيره في 3 دقائق. حلو كده. اتصرفنا، البيت صغير كان بيضتين المقادير خليناهم 3. حطينا عليها 100 جرام سكر، 100 جرام لبن، 200 جرام دقيق ومعلقه نشا، وحطينا عليهم سنه فانيليا، وما زودناش الفانيليا عشان احنا هناخد بعد كده قلنا هنحط مع الـ 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 الكيك لما يطلع هنحط قرفه. ماشي، حلو قوي. خلصنا مع حضراتكم الحلو، وزي ما الشيف قال لنا ان احنا بننقي اسهل طريقه نعمل بيها الحاجه، واحنا في البيت بنبقى محتاجين كده ان احنا نخلص الحاجه بسرعه، يعني مش لازم نقعد نعمل طرق صعبه ونستخدم ادوات كتير ونعمل حاجات كتير، لا، ممكن ان احنا نعمل الحاجه بطريقه بسيطه، يعني بدل ما مثلا يدي التفاح نص تسويه كده مثلا او يتكرمل او حاجه، لا، حطه في الفطيره على طول يستوي في الفرن كل الحاجات مع بعضها. تمام، صح يا شيف؟ بالظبط كده. هناخد بقى معانا، انا كمان مش عايز التفاح يبقى مستوي مهري، انا عايزه يبقى فيه قرشه، يعني مع الفطيره بتبقى مش طريه، تبقى زي مقرمشه شويه، والتفاح يبقى فيه قرشه كده جميله ما تبقاش ايه سايحه على بعضها. حلو قوي. استاذه ماجده مساء الخير. الو الو. طيب لغايه لما استاذه ماجده تبقى معانا احنا كده هنبدا في البرجر يا شيف، صح؟ هناخد بقى معانا برجر الفراخ. زي ما احنا بنتفق وزي ما احنا بنقول كلمتنا واحده، احنا دايما بنشتغل بابسط حاجه وباقل حاجه. طيب احنا هنشتغل همبرجر فراخ بدون اي اضافات، بدون اي اضافات. معانا صدرين ووركين، او زي ما عملنا اللانشون فرخه على بعضها، نجيبها ونخليها ونشتغل. بس اهم حاجه بقى في البرجر ان اللحمه بتاعتك تكون ناشفه ما فيهاش ميه، يعني احنا غسلناها ونقعناها زي ما قلنا قبل كده في ميه وليمون وبرتقال. اللانشون كانت الفرخه مستويه. اللانشون كانت الفرخه مستويه. الهمبرجر هنعمله لحمه مفرومه وهنسويه. احنا هنسويه كويس. فاحنا دلوقتي هناخد معانا الفراخ دي، هنقطعها عشان نعرف بس ندخلها المفرمه. احنا هنجهز دي اعتقد، وانت هتقولي لي فاصل. انا متهيألي كده قلبي حاسس بيكي عماله انت. ما عملتش حاجه، مسكته لسه. مبسوطه؟ طيب اشمعنى انا بقى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى انا؟ خلاص. معانا بصله واحده قد البرتقانه كده، دول يعتبر حوالي يعني ما يكملوش كيلو، دول 3 4 كيلو تقريبا بصلايه في حجم البرتقانه مبشوره وخدت ميتها عصرتها، واربع فصوص توم. اربع فصوص توم بالظبط، القطعه فص توم. ماشي.
قطعه الفراخ عليها فص ثوم. ده بقى بدل ما نحط ثوم باودر وبصل باودر زي ما انت. لا لا مش هحط الكلام ده كله. ما احطش الكلام ده كله خالص، انا بحب الطعم بميته. ال 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 الثوم يا جماعه فيه زيت، والبصل فيه زيت، فيها زيوت، الحاجات دي فيها زيوت، زيوت طياره جميله بتدي نكهه وحاجات في الاكل. فانا مش بحب البودر قوي لان انا بحب النكهه دي. اهم حاجه ان انت لو انت ما بتحبيش ان الثوم يظهر معاكي نعميه قوي، او يعني ممكن تسلقيه وتحطيه مسلوق، لكن ما بحبش انا الحاجات التانية دي. ما علينا، يعني هنبقى نستخدمها في وقتها هي ليها استخداماتها. معانا قطعه، اربع قطع فراخ، معانا اربع فصوص ثوم. حضرتك تستعملي مفرمه زي دي اهلا وسهلا، ما عندكيش في الكبه، ما عندكيش الكبه مطحنه، ايا كان يعني نوع الفرم اللي هنعمله يعني كويس. وبعدين هناخد معانا نبتدي ننزل باللحمه بقى بتاعتنا دي. عشان ننزل التوم بس في الاول. ناخد وراه البصل. ونكمل بقية الشغل بتاعنا. طحنا البصل والثوم، فراخ والبصل والثوم بس. لو عايزه تعلي القيمه الغذائيه شويه، عايزه يعني تخلي اللون يبقى مختلف شويه، ممكن نحط جزرايه تتفرم برده على الناعم كده معاهم، وتخلي اللون فاتح شويه، لكن انا مش بفضل يعني. حلو كده، انا بفضل كل حاجه بطعمها حلو وبفايدتها كمان بالزبط. لان الثوم والبصل بيزودوا المناعه في الجسم، وهما يعني فيهم مواد حلوه جدا للمناعه، فانت كده مستخدمهم بنفس فايدتهم بالظبط كده. حلو كده، هنحط بقى شويه ملح. ولو احنا هنستخدمهم على طول حطي الملح المظبوط، لو احنا هنقعدهم في الثلاجه ونجمدهم ونستخدمهم بعد كده هنحط الملح اقل شويه كويس. هنحط ملح وفلفل اسمر، ده أساسي يعني، ورق لورا مطحون كويس، شوية كزبرة ناشفة، شوية بهارات لحمة، شوية بهارات لحمة، ونعجن بقى. جميل. تمام كده؟ ندخل كل التوابل في بعضها بس الأول، ملح وفلفل وورق لوري مطحون بالظبط، ده مهم جدا وبيديني نكهه كويسه جدا. ممكن نحط جوزة الطيب بس انا مش بفضل، انا كاتبها بس انا مش بفضل لان الاولاد مش بيحبوه ومش بيحبوا نكهتها في الموضوع. وبعدين العمليه بسيطه يعني، الهمبرجر ده هيطلع بسيط خالص، ابسط حاجه خالص تتعمل يعني. احنا خلال الحلقات اللي انت اخدها للمدارس يا شيف بتبعد فيها خالص عن ان احنا نشتري المصنعات من بره بالظبط، احنا نعمل الحاجه في البيت، نبقى ضامنين ايه النوع اللحمه اللي احنا مستخدمينها اصلا، يعني الغسيل كمان الفراخ هتبقى الواحد هو اللي غسلها ومضمون هو معموله ازاي. فانا ان انا اعمل الحاجه في البيت اوفر وانضف من ان نشتريها من بره. بصي بقى دكتوره، انا عشان كده بقول لكم ليه بقى همبرجر فراخ ده هيبقى غير يعني. احنا ما حطيناش عليه اي اضافه خالص، غير لما انتوا بتشوفوا في الشاشات او بتشوفوا في الانترنت يعني وبتاع، بيحطوا عليه التوست وبيحطوا عليه قلب العيش وبيحطوا عليه البقسماط وبيحطوا عليه مش عارف ايه، حطوا عليه حاجات كتير اقول لك عشان يمسك. هي تمسك لوحدها من غير حاجه خالص كويس، وهنا المهنه او الصنعه يعني، ان انت ازاي تخليها تمسك لوحدها كده، تبقى العجينه كده مسمغه كده لوحدها من غير حاجه. دي نمره واحد. نمره اتنين، معلش انا بشرح الحاجات دي عشان تفهموها،
لان انتوا بتشوفوها على الشاشات سهله جدا، لا هي مش سهله، مش سهله انك تعملي عجينه من غير اي اضافات تبقى مسمغه كده وتمسك. في شيفات كبار قوي ما بيعرفوش يعملوا القصه دي ولازم يربطوها بحاجه بنشا او دقيق. ده موضوع. الموضوع التاني بقى، حضرتك عايزه تضعف الكميه، عايزه تزوديها، يعني نوع من انواع التوفير، عايزين نوفر كوبايه او نص كوبايه، يعني الكميه دي تاخد نص كوبايه برغل مطحون، برغل منقوع، سوري مش مطحون، منقوع، برغل منقوع ساعة أو ساعتين في المية ونصفيه كويس أو نعصره ونفرمه مع الفراخ. حلو كده؟ ده مش هيخليها تفك يا شيف؟ لا، بس لو حطينا البرغل مع الفراخ لازم نحط حتة دهنة صغيرة عشان ما تبقاش قطعة الهمبرجر ناشفة. حلو؟ أنا خدت الفراخ دي صدور ووراك. الصدور بتبقى يعني لحمة شوية، الوراك بتبقى لحمتها طرية كده وفيها نكهة، فبندخل دي في دي بتبقى حتة الهمبرجر كده يعني بتنز كده وجميلة، وهنتفرج عليها دلوقتي واحنا بنكيسها. هنطلع فاصل ولا انا عمال لا انا عشان انا لسه هجيب وهصنع الهمبرجر، فهنعمل ايه؟ هنطلع يعني. عايز نطلع لا عايز معانا وقت نجيب ونعمل واحدة. طيب اوكي خلاص، زي ما احنا اتفقنا الجوينت اهو واحد جديد اهو. خلاص يا شيف، خلاص اهو واحد جديد لسه برضو لابس واحد. ماشي طيب، بصي بقى يا دكتوره معلش، ما احنا عشان برضو الناس يعني. احنا نحترم تعليقاتهم يعني، لكن بنوضح لهم الموقف بيبقى عامل ازاي. احنا كده عملنا فطيره التفاح وعملنا برجر الفراخ، شيف ورانا طرق بسيطة خالص ان احنا نقدر ننفذها في البيت، ناخد فايدة الحاجات اللي بناكلها وفي نفس الوقت سواء لينا او للولاد. يعني مش ممكن مثلا ان الكبار ما يكونوا ما بيحبوش ياكلوا التفاح، ما بيحبوش ياكلوا البيض، ما بيحبوش ياكلوا اي حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها دي. بس يا دكتور، حلو ان احنا ننفذها في البيت بطريقة مختلفة، ناكل الحاجات اللي احنا مش متعودين ناكلها او مش عايزين ناكلها. تمام، مكبس الهامبرجر عند حضرتك، تحطي فيه كيس وتكبسي الهامبرجر. تمام، ما عندكيش، عندك غطا مدور حطي فيه كيس برضو وتكبسي الهامبرجر. ما عندكيش حاجه خالص، زي ما انا بعمل كده كيس نايلون وبنفتحه. خلاص كيس نايلون وبنفتحه، ونبتدي بقى نقصد دي كده، نشوف على حسب احنا عايزينها حجمها قد ايه. احنا عايزينها حوالي 100 جرام يعني كده كويس، 100 جرام كده. نكورها كده، نحطها في نص الكيس كده. حلو كده، نلم بقى الكيس كله كده، هاخد صبعي كده اهو، اهو في النص كده اهو، الصبعين كده عكس بعض، ونبتدي نفرد. الكيس ده بيكبس الهامبرجر وبيكبس اللحمه في بعضها احسن من اي مكبس في الدنيا. كويس، هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. ولا اي حاجه، ولا نشا، ولا اي حاجه، ولا كلام من ده خالص نهائي خالص، لحمه فراخ فقط لا غير. ادي قطعه الهمبرجر اهي، قطعه همبرجر على اعلى مستوى اهي اهي، نحطها كده ونحط الكيس. انا عامل ده على فكره من امبارح، بصوا الفرق. خلاص يعني لما بيقعد في الثلاجه خلاص بياخد وضعه تماما يعني. كويس، نبتدي نعمل دي كمان. احنا ممكن بقى نحط دي في صينيه ونبتدي نكورهم كلهم عشان يبقوا كل الكور قد بعض يعني، بس انا باخدها بالمقاس كده يعني. وينفع ان احنا نستخدم لها القطعات زي ما كنت بتقول؟ اه طبعا، كل حاجه. نسهل على نفسنا يا جماعه، اسهل حاجه، عشان ما حدش جاي يقول لك ما عندناش ال 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 المكبس، ما عندناش البتاع. لا، شغال في كيس نايلون اهو، اشتغل حضرتك واقعد لف فيه كده اهو كده اهو، عايز بس اخش جوه كده عشان الكاميرا كده. هنفتح عليها كده، هنلاقيها بقت تمام التمام. حلوة. تمام كده، ناخدها بقى اللفه المتينه، لفظه قطعه. بعد اللفه دي هطلع فاصل. نطلع فاصل بس ثانيه واحده اهو، القطعه التانيه اهي نفس الكلام. عايز تطلعي فاصل؟ اتفضلي.
حلو قوي. يعني يا شيف كده عملت لنا تقريبا كل الحاجات اللي احنا بنعوز نشتريها من بره في البيت. حلو قوي يا شيف. بالظبط. جميل. احنا عملنا الفطيرة التفاح وعملنا برجر الفراخ، لسه بنشوف هنكمل الطرق ازاي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه. شغالين مع حضراتكم سلسله حلقات لطلبات المدارس، عملنا برجر الفراخ، عملنا لانشون الفراخ، عملنا لانشون اللحمه، عملنا البولوبيف، عملنا حاجات كتيره جدا من المصنعات اللي احنا بنخاف نشتريها من بره، في نفس الوقت الولاد بيبقوا طالبينها كتير خلال فترة الدراسة. ممكن يكون في بعض الأطفال ما بتحبش الجبن، فممكن ان احنا ننفذ لهم الحاجات دي. شيف عمل لنا فطيرة التفاح، ايه الأخبار يا شيف؟ ايه الأخبار انتي؟ هنعمل ايه في الفطيرة التفاح؟ ولا حاجة، ما تستوي بقى. احنا مقطعين الأكياس كده يا جماعة، مناديل كده عشان نخلص الموضوع ونشوف هيبقى عمل معانا كام واحدة، بس ده أكتر من 100 جرام يعني أعتقد كده. من 100 جرام ايه الوزن وحده البرجر يعني؟ اه هو انا عامل 3 وحدات من بالليل يعني، فهنعدهم كلهم. دول كيلو بقى، دول كده يعني بالكامل يبقوا كيلو. الكيلو يطلع كام؟ بالظبط برضو اللي حابب ان يطلعوا متساويين في نفس الشكل والحجم نستخدم القطاعه. نستخدم القطاع ونستخدم الميزان اللي هو بتاع البيت. نقطع ونوزن 100 جرام القطعه، هتمشي معانا حلوه قوي وبتبقى مناسبه. شوف يتحفظ قد ايه في الفريزر مثلا؟ ممكن اكتر من شهر يعني. هنعمل حتتين الاخرانيين دول كبار بقى كده عشان احنا قسمناهم 2 كده. استخدمتش حاجه، استخدمت البصل والثوم والبهارات وبس. بصل وثوم وبهارات فقط لا غير، ما عملناش اي حاجه ولا اي اضافات من اي نوع ولا اي ماده ربط. خلي بالك يعني احنا ينفع نعمل جواها جبنه؟ اه طبعا. عايزه تشوفي واحده بالجبنه؟ اه. سرانية انتي، سرانية. ماشي حاضر، ده المخرج اللي عايز مش انا. ماشي حاضر، كلنا شرانيين. حاضر، ما هو انا طب انتي بتاخديني على غفلة بس. ماشي ماشي حاضر. نفرد دي بقى شوية، لو احنا عايزين نحط جبن وكده نوسع بقى القصة يعني، هتبقى زي الكوردن بلو كده. بهاراتها بقى وحاجاتها بالظبط. بس انا هقول لك هنعملها ازاي. ناخد دي كده، ناخد دي بقى معانا كده. عملنا البرجر ساده ونشوف هيعمله بالجبنه. ما احنا كده كده هنعمله بالجبنه والبيض دلوقتي، بس انت تعمل بس في الساندوتش يعني. بس انا هقول لك ازاي. انا عايز انت تعملي قطعه محشيه جبنه، هعملها لك. حاضر الاختراعات يا شيخ، وكل حد يبقى عايز. حاضر يا دكتوره، ما انت قاعده تفكري لي. انا لسه عارف ان انت قاعده تفكري لي. فماشي حاضر. طيب بما ان احنا عايزين بقى بالجبنه، فاحنا هناخد قطعه من الكبيره دي عشان دي اكبر شويه. طيب هناخد. استاذه ميرنا مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي. ايه الاخبار؟ تمام نشكر ربنا. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. اتفضلي شيف سامح معاك. عايزه بس اعرف طريقه النجت، نفس طريقه البرجر الفراخ. طريقه ايه يا فندم؟ النجت. اه بالظبط كده، هو هي نفس الطريقه. وبعدين اه هي بصي اشتغليها بنفس الطريقه بالظبط، وحطي بيض وبقسماط ودقيق وكده ونشتغل ونقلي على طول. ميرسي قوي. تحت امرك تحت امرك تحت امرك. نور سينا يا استاذه مير. نحط بقى شويه الجبنه اللي انت عايزاهم اهم. حلو كده.
وناخد بقى معانا القطعه دي بس نفردها شويه كده. اهي حلو كده، نقفل تاني. يعني احنا نضاعف كميه اللحمه في بالظبط المحشيه دي. نقفل بس عليها كده. اهي حلو كده، جميل. ارتحتي كده يا دكتور؟ حاضر من عينيا، حاضر اللي انت عايزه. تسلم ايدك. ماشي، احنا عملنا كده فطيره التفاح وفطيره الجبنه. كويس اللي انت قلتي فطيره التفاح وانا هنا. ايه جميله. هي كده اخدت وقت قد ايه يا شيف؟ حوالي تلت ساعه مثلا. يعني احنا عايزينها شويه كمان. طيب لسه معانا شويه كمان. حلو قوي. ماشي، نطفي بس اللي من فوق. جميل. بصي بقى يا دكتور، عملت حوالي كيلو الصدور. ادي واحد. ادي اتنين، ادي تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. يبقى زي ما انا قلت عشر وحدات في مية جرام. عشر وحدات في مية جرام، وفي الوحدة الدوبل دي اللي حضرتك احنا عملناها بالجبنة. ماشي، هنعملها بقى دلوقتي ونشوف ونجرب القصة هتمشي ازاي. طيب ممكن واحنا تفكرني كده يا شيف، المقادير كانت ايه بتاعت البرجر؟ المقادير بتاعت البرجر كانت عبارة عن لحمة صدور وفراخ ووراك قد بعض، القطعة بقطعة. القطعة يعني بقطعة مثلا. القطعة بقطعة، عملنا مثلا قطعة صدور ناخد معاها قطعة وراك، قطعتين قطعتين. تمام. نعملهم ونحط عليهم بصلايه مفرومه واخدين ميتها، وكل قطعه فراخ بفص توم. تمام. يعني عملنا خمس قطع، نحط خمس فصوص، اربع قطع زي ما احنا عملنا كده، اربع فصوص، ونفرم ونحط ملح وفلفل وبهارات لحمه. تاني بهارات لحمه، مش بهارات فراخ، بهارات لحمه. ملح وفلفل وبهارات لحمه وكزبره ناشفه وورق لورا مطحون فقط لا غير. ما نعملش اي حاجه خالص غير كده، نربطها مع بعض، نسمغها زي ما بيقولوا كده، وبعدين نبتدي ناخدها نشتغل بيها. طيب احنا بنسيبها تريح في التلاجة قد ايه يا شباب؟ ممكن نشتغلها على طول زي ما احنا عملنا، وممكن تحطيها في التلاجة تقرصيها، بس تقرصيها على طول وتحطيها في التلاجة يعني ساعتين بس، تمسك نفسها اكتر، لكن هي تمام وماسكه نفسها وكل حاجه. وهنشتغل من بتاعه النهارده ومن بتاعه امبارح، وهنشوف الوقت القصه عامله ازاي. بس هنجيب دول كده عشان نعمل حاجه كده مهمه جدا. وقلت لنا ان احنا ممكن نعمل مثلا الكميه اللي احنا عايزينها ونشيلها في الفريزر تقعد لها حوالي شهر. تقعد معانا شهر واكتر كده. من غير اي ماده حافظه، من غير اي حاجه خالص. من غير اي حاجه خالص. طيب ده الصوص. انا ما بستعملش مواد حافظه، لما انت تاخدي بالك كده والحاجات. انا ما بستعملش الحاجات دي خالص. طيب ده كاتشب. تمام. استاذ عصام مساء الخير. طيب لغاية لما يرجع لنا مرة تانية، ده الصوص اللي قلت ان احنا هنستخدمه بطريقتك انت بقى. بالظبط، ده كاتشب او شيلي صوص، اللي هو الكاتشب الحراق اللي مسكر شوية. ونص الكمية مستردة، نحط واحد لاتنين مستردة، ونحط شوية دبس رمان. ما عندكيش دبس رمان، شوية عسل نحل كده، وناخد معاه، ممكن ناخد معاه معلقه طحينه ومعلقه زبادي. معلقه طحينه ومعلقه زبادي. بالظبط كده. يعني حتى الصوص نقدر ان احنا نعمل في البيت صوص مختلف للاولاد، يعني الشيلي صوص، او ممكن اللي ما بيحبش الحراق ممكن يستخدم الكاتشب العادي والمستردة والدبس. ده دبس رمان ولا معلقه زبادي ومعلقه طحينه، معلقه واحده طحينه صغيره بس، وخلاص على كده. ده من اجمل الصوصات اللي ممكن يطلع مع الهمبرجر، وما فيهوش اي زيوت بقى ولا مايونيز ولا القصص دي خالص. يعني ناخد بقى الكلام ده كده، ونجيب الكلام ده كده
بقى في تجهيز دي تجهيز السندوتشات صح؟ بالظبط كده. دي تجهيز السندوتشات نقدر نحط للولاد الحاجات اللي هم عايزين ياكلوها وفي نفس الوقت مش بيرضوا ياكلوها في العادي. يعني مثلا ممكن الولاد ما بتحبش تاكل سلطه، ففي وسط الساندوتش ده ممكن احط الطبقات السلطه اللي انا عايزاها، الكابوتشا، الفلفل، الخيار، اي بقى حاجه متوفره عند حضراتكم او عايزين تدخلوها للولاد في الاكل ممكن ان احنا نستخدمها في الساندوتشات دي. اكلوا الحاجه اللي هم عايزينها والحاجه اللي هي زي ما كل الولاد، انا عايز برجر، انا عايز مش عارفه ايه، انا عايز اشتري من المكان الفلاني، نعملها في البيت وفي نفس الوقت ندخل فيها قيمه غذائيه حلوه للولاد. بالظبط كده. نروق بقى المكان عشان نبتدي نعمل شويه السندوتشات الحلوين دول. الفطيره تقعد قد ايه كده؟ خلاص هنا 5 دقايق ونطلعها. طيب يبقى شوف عمل فطيره التفاح، طريقتها سهله خالص، انه بيض والبيض والسكر ضربهم مع بعض، الفانيليا بعد كده والسكر والدقيق وبس، ما عملش اي حاجه تانية. قطع التفاح وسابه كده زي يعني وهو بيقطع، حطه في الميه والليمون علشان ما يتاكسدش ويسود، وبعدين حط الطبقه الاولانيه في الصينيه تفاح وزود عليها الخليط اللي هو عامله بس خلاص، ودخلها الفرن. تمام كده. ناخد بقى معانا ايه دلوقتي يا دكتوره؟ ناخد معانا شويه ترنشات كده بتاعت شويه اي حاجه عشان نحط على الهمبرجر. تمام. استاذه مريم مساء الخير. يا حبيب قلبي. ايوه يا دكتور. الاخبار؟ تعيش الحمد لله، رب يخليكوا نافعيننا على طول. بقول لحضرتك فضل. انا ما حضرتش معلش من اول الحلقه، فانا كتبت الطريقه بتاع البرجر والبهارات وكله، بس في الاول الفراخ، والفراخ بتتسلق ولا بتتعمل نيه تتضرب؟ نيه. بس السؤال ده نيه 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 نيه. افرمها على طول يعني يا شيف؟ الفراخ بتاعت الهمبرجر نيه. طيب يا شيف، ده الفرق بينها وبين اللانشون، لان لان الفراخ بتاع الهمبرجر احنا بنحطها نيه وبنسويها اصلا، احنا لازم هنسوي الهمبرجر. ما انا عملتها دي جميله جدا جدا يعني. ربنا يخليك. بس احنا خايفين بقى من الشيف محمد اللي قالوا ان الما يعني بتقعدش كتير في الثلاجه، ولا ده مش صح؟ ايه ده يا فندم بقى؟ بالنسبه للانشون الفراخ. ايوه. هو قال استنى تاني يوم لقيته مش عارفه ايه كده كلام يعني. انا لا 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 لا، بصي لانشون الفراخ اللي احنا عملناه يقعد حوالي 15 يوم في الثلاجه. طيب. وعلى الرف وما يجراش فيه اي حاجه خالص، اكتر من كده نجمده. يا رب يخليك لينا. ربنا يخليك. بعتنا للاطفال قوي، انا جده بس بعمل لبنت بنتي. ربنا يخليكي. ولسه هنعمل حاجات تانية تابعين الحلقات اللي جايه. انا متابعاك اهو، لسه النهارده متابعه البرجر، هعمله بكره باذن الله. ربنا يخليكي. ويا ريت تقولي لي في التعليقات عملتيه وطلع طعمه عامل ازاي. عيني يا شيف، يا رب يخليك. تسلم عيني. ربنا يديك الصحه ويديك قوه على اللي انت بتعمله. شكرا. يا رب يخليكي، ميرسي على الاتصال الحلو ده. يا رب يخليكي. ميرسي ميرسي، كتر خيرك كتر خيرك. نورتينا يا استاذه مريم، نورتينا يا فندم. ايه الجمال ده؟ مستنيين تعليقات حضرتك بقى تقول لنا النتيجه طلعت ايه. ايه الجمال ده؟ تسلم ايدك مقدمه. ايه المكالمه الجميله دي؟ بجد ايه المكالمه الجميله دي؟ انا احب الناس المتفاعله دي قوي قوي، اللي هي بتبص وتستفيد وبتبص على الحاجات الايجابيه. دي حاجات مهمه جدا. خد بالك كده، عملنا احنا شويه حاجات كده على السريع. جميل. هنعمل بيهم بس سندوتشين ثلاثه همبرجر، نروق بيهم الكلام. حلو قوي. مهم ان احنا نستخدم الخضار في وسط الاكل، وده بزي. اللي دايما الشيف بيعمله، ان هو بيحط لنا الخضار في وسط الاكل بطريقه حلوه، حتى لو عامل الحاجه في الفرن برضو بيبقى مدخل فيها الخضار، حتى واحنا صايمين بيعمل الحاجات بيكون فيها معظمها خضار، بنبعد عن البقوليات، بنبعد عن كل الحاجات اللي ممكن تتعب القولون شويه، وبيستخدم الخضار كتير، فحلو ان احنا يعني احنا كده كده بنصرف، فحلو ان احنا نستخدم الخضار في الاكل، نستخدم الخضار يعني ممكن ان احنا اللي بنحبب الولاد في الحاجه. فلو عودناهم من الاول ان هم ياكلوا الخضار هياكلوا، الحاجات اللي مش بيحبوها ممكن ان احنا نتحايل عن الامور، على الامور بقى نعملها بطريقه ثانيه زي التفاح مثلا، نعملها بطريقه ثانيه زي ندخل الخضار في السندوتشات كده. فاحنا بنمشي الدنيا وفي نفس الوقت ما نهملش القيمه الغذائيه ان احنا نكون بناكل حاجه ذو قيمه. بص يا دكتور، هنسوي احنا بقى دلوقتي، انا هسوي على الجريل عشان الحلقه يعني، لكن انت ما عندكيش جريل، هنسوي في الطاسه. حلو كده، هنسوي قطعه في الطاسه. طيب
طيب يعني نمسحها كده زيت. استاذه وفاء مساء الخير. نمسحها كده زيت. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم. انا بشكر الشيف طبعا على الاكلات الجميله وكلها صحيه خالص، بس ليا طلب صغير. الهمبرجر الفراخ انا مش عارفه قد ايه كميه البصل، قد ايه كميه الثوم، الكميات بتاعت الحاجه عشان تطلع مظبوطه. تمام، الكميات بتاعت الحاجه عشان تطلع مظبوطه، انا قلت دلوقتي لحضرتك لو حضرتك متابعانا، يعني انا قلت قطعه الفراخ عليها فص ثوم. اوكي. احنا يعني سواء صدر او ورك احنا بنحط صدور، قطعه صدر مع قطعه ورك. يعني لو عملنا قطعتين صدر وقطعتين ورك بنحط عليهم اربع فصوص ثوم زي ما انا عملت دلوقتي، بنحط عليهم بصله في حجم البرتقانه البلدي كده الصغيره مبشوره واخد ميتها واحطها معاها بالتقدير كده، يعني بالتقدير كويس، وبنفرم الكلام ده كله بنحط عليه التوابل، ما بنحطش عليه اي اضافات. بس اهم حاجه قبل ما تفرمي اللحمه بتاع الفراخ تكون ناشفه، يعني تكوني نقعتيها وغسلتيها وتمام وكله كويس وصفتيها، ولو قدرتي تنشفيها بمناديل بورق المطبخ. بالظبط كده، وبالهنا والشفا وتحت امرك. هتشوفيها دلوقتي هتطلع معانا عامله ازاي. نورتينا يا استاذه وفاء. كويس. هنحط بقى الهمبرجر بتاعنا ده اللي ما عندوش جريل. ده اللي ما عندوش جريل. او مش عايزين زيت مثلا. مش عايز زيت او مش عايز الكلام ده كله. انا بس عايز اسوي القطعه اللي انت حطيتيها بالجبنه دي اهي، عشان دي هنطلعها في طبق لوحدها. اهي دي بتاعت المخرج على فكره. ايه؟ ما تفكرش ان انت تاخدها يعني. لا طب انا هسويها في الطاسه عشان تبقى قدامك. عشان تبقى قدامك. عشان تبقى شايفاها. هحافظ عليها طول الحلقه. هاخد دي اوديها هناك. واخد دي اوديها هنا عشان دي عايزه اسوي بالراحه يعني. استاذه هدى مساء الخير. ايوه مساء النور. اهلا اهلا بحضرتك، ايه الاخبار؟ انا متابعه البرنامج دايما وكل حاجات حلوه قوي وبتسلم ايديكم. منورونا يا فندم، منورونا. اللي عملها اللي هو هيحطها تحت الساندوتش ده اللي هي بالطحينه والزبادي. كاتشب وايه ثاني يا دكتور؟ كاتشب ومستارده. كاتشب ومستارده. وطحينه وزبادي. كاتشب ومستارده وطحينه وزبادي. كاتشب ومستردة وطحينة وزبادي. الطحينة والزبادي معلقة ومعلقة. الكاتشب والمستردة زي ما حضرتك تحبي. بس الكيكة عاملة ازاي؟ بص الكيكة الفطيرة عاملة ازاي؟ تحمر الهمبرجر دي هيتحمر في الزيت يعني كده ولا ايه؟ ايه دي يا فندم؟ البرجر الشيف يعني ممكن لو جريل ماشي، لو حضرتك مش حابة تحطي زيت، لو حابه تحطي زيت ممكن انك تسويها في الزيت عادي، لكن هو دلوقتي عادي. يعني بيحاول ان هو يقلل الماده الدهنيه خالص. يعني ممكن تتحط في الصلصه. ايه دي؟ الهمبرجر ممكن يتحط فين؟ في التوستر. في التوستر؟ لا حضرتك سويه في الطاسه او سويه على الجريل. لو أيوة. التوستر لو التوستر بتاع حضرتك فيه فرده جريل يعني ممكن. يعني في توستر بيبقى فيه فرده جريل كده. ايوه. فلو ده كده اوكي. لو كده في الجريل بقى عادي. زي كده احنا حاطينه زي كده في الطاسه. بنسوي في الطاسه بنسوي على الجريل. بتسوي على الجريل. تحت امرك يا فندم. شكرا تحت امر حضرتك، شرفتينا. على كل الحاجات الحلوه اللي بتعملها. ربنا يخليكي، ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي يا هاني، شكرا. نورتينا يا استاذه هدى، نورتينا. هتعمل بقى افكار للساندوتشات نحط فيها ايه صح؟ بالظبط، ده ساندوتش هيبقى همبرجر. طيب شيف، احنا مثلا لو عايزين قبل ما تعمل حلقه اللانش بوكس اللي انت وعدتني بيها من شويه، ايوه، لو عايزين ان احنا الحاجات دي مثلا نقطعها ونحطها في اللانش بوكس كويس، ممكن يعني نقطع السندوتشات دي اجزاء على فكره. يعني ممكن نقطع السندوتشات دي اجزاء ونشتغلها كده. نقطع السندوتشات والخضار ده، يعني مثلا انا احط الخضار ده مثلا في جنب الساندوتش، ممكن احط جزء من البيض.
لو عايز ان انا مثلا احط حاجه فاكهه او حاجه مسكره او مكسرات ممكن احط ايه معاهم؟ تاني معلش عشان كنت مركز مع البيضه. لو انا مثلا مع الساندوتشات دي او مع المكونات دي كده، انا عملت برجر وحطيت معاه الخضار وممكن مثلا احط بيض او ما احطش بيض، ينفع ان انا احط فاكهه ولا مكسرات مثلا احط ايه؟ على ايه؟ على الهمبرجر؟ لا ولا جوه اللانش بوكس؟ جوه اللانش بوكس. فول سوداني. مين بيجيب مكسرات دلوقتي؟ مين بيجيب مكسرات؟ بتدور على الحاجات الرخيصة. طب ممكن احط ايه فاكهة؟ فول سوداني. فول سوداني احط فاكهة. السوق النهارده مليان فاكهة، احنا داخلين المدارس والسوق مليان فاكهة النهارده، في عنب وفي مانجا وفي، احنا ممكن نقطع المانجا قطع للأولاد، مش لازم نحطها سليمة يعني، ممكن نحطها قطع ونحط له شوكة، ممكن نعمل حاجات كتير قوي. ماشي يعني. أستاذ سمير مساء الخير. ألو؟ الو مساء الخير. اهلا يا فندم، مساء النور، ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذ نرمين؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ انا سمير مخيل. نورنا يا فندم. الله يخليك. اكلم الشيف سامح لو سمحت. اتفضل اتفضل شيف سامح. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. عاوز اعرف شاورما اللحمه بتتعمل ازاي؟ عاوز ايه يا فندم؟ شاورما اللحمه شيف سامح. شاورما اللحمه. طيب حاضر حاضر من عينيا. حاضر. تحت أمرك. ربنا تحت أمرك يا فندم. ناخد السندويتش بقى بتاعنا ده كده، والعيش برضو مش ظريف معايا. حط الصوص الحلو ده كده. الصوص كان كاتشب ومستردة ومعلقة زبادي ومعلقة طحين. ناخد معانا الهمبرجر اهو، دبس رمان. الهمبرجر بتاعنا اهو. كويس. نعمل واحد همبرجر بالبيض. ماشي. كويس. واحد همبرجر بالبيض. حلو قوي. حلو كده. ناخد معانا شويه صوص كمان. ناخد معانا بقى اي الموجود عند حضرتك حطيه، اي الموجود اللي الولاد يفضلوه حطيه. حلو قوي. حلو كده. بص منظر الساندوتش عامل ازاي اهو كده، ولو عايز بقى تديله المنظر اللي هو بتاع التصوير يعني اهو، ادي الصوص بتاعك اهو معاك، وادي الساندوتش الاولين. كويس. ممكن نقطعها اربعة ونحطها في اللانش بوكس. دي انا حطيتها كده عشان تشوفوها بقى، بصوا عاملين ازاي قطعة الهمبرجر اهي. 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 شايف لون اللحمة من جوه عامل ازاي؟ اهي. ومستوية جدا. انا طالع كده ازاي؟ ايوه كده. شوف ازاي المنظر. بص بقى ندوق الطعم بقى عامل ازاي؟ عالمي. تسلمي. عالمي. تسلمي. استاذه نجاح مساء الخير. ايوه مساء النور. لو سمحتي عايزه اعرف اللانشون الفراخ ساعه ما عملتوها، هل لما سلقتوا الفرخه عملتوها بجلدها ولا من غير جلد؟ بجلده، بس الشيف برضه هيرد على حضرتك. طب عايزه بالجلد يعني؟ اتفضلي. انا بصراحه عملتها كلها على بعضها. بالجلد؟ بالجلد. ماشي. عشان الجلد وال في دهون وفي جيلاتين وفي كله بالظبط. بيساعد معايا في الجلتنه بتاعتها وما بحطلهاش دهون خارجيه يعني. برافو عليك. ماشي. تمام كده. كتر خيرك يا فندم. نورتينا يا استاذه نجاح. نعمل واحد صغير بقى كده. البرجر ده العيش ده افضل. بصي الناس بقى الناس المتابعه المتفاعله، نكتفي بكده. هو يا شيف ده فصل الحيره، العيال تاكل ايه؟ عارف مش عارفين، عارف بتبقى في حيره بقى، الولاد ياكلوا ايه؟ بالظبط. نعمل لهم ايه وهم رايحين؟ وبعدين ايه فصل دراسي طويل، كل يوم رايحين المدرسه، فكل يوم عايزين فطار معين، عايزين غدا معين، عايزين عشاء معين، فيعملوا لهم ايه؟ فبتبقى حيره فعلا عند اولياء الامور يعني. طب انت بقى عملت دي بالجبنه لمين بقى؟ الجبنه بره. دي بالجبنه، انا قلت لك هنعمل بالجبنه. ما انا قلت لك هنعمل بالجبنه. ماشي. دي بالجبنه المحشيه. اه دي بالجبنه المحشيه. بص عامله ازاي بقى، هوريها لك دلوقتي وهنقطع وهنظبط وهتبقى جامده جدا. كويس. دي سندوتش بالجبنه العاديه. ناخد معاه برضو الفلفل بتاعنا اهو، طماطم،
الخيار طبعا احنا بنحط خس، بس الوقت الجو حر والخس يعني الدنيا مقتوله خالص فيه، فاحنا بنحط بقى الصوص بتاعنا ده كده، وده همبرجر بالجبنه. جميل. استاذه مريم مساء الخير. كده تمام. طيب لغايه لما يرجع لنا الاتصال، عملت برجر البيض وعملت بالجبنه بالظبط. حلو. وهنعمل بقى واحد برجر بالخضار كده ماشي السريع، عشان نبقى عملنا كل الاصناف اللي ممكن تكون الناس بتفضلها. عايزين بقى طيب الاسباتيولا. عايزين نطلع فاصل. انا كنت عارف كده. كويس اللي احنا ما زودناش بقى. احنا عملنا البرجر وطلعنا فطيره التفاح، يعني الشيف عمل لنا النهارده حلقه حلوه مختلفه ومليانه بالقيمه الغذائيه. اخدين الحديد من التفاح، اخدين البروتين من البيض، اخدين الكالسيوم من البيض، اخدين البروتين من الفراخ، لان احنا مش مستخدمين اي اضافات خارجيه خالص. هنحط البيض، هنحط الجبنه، هنحط الخضار على الساندوتشات، هنطلع اكلات حلوه جدا للولاد الصغيرين مليانه بالقيمه الغذائيه. ومهم ان احنا نعادل الحاجات اللي بنستخدمها، يعني بنستخدم البروتين، بنستخدم معاه الفيتامينات في الخضار. فيعني الشيف مظبط الاولاد بقى ان هم ياكلوا كده حاجه نظيفه وحلوه ومعموله في البيت بشكل حلو وسليم. ماشي يا شيف، هنطلع فاصل. ماشي تلاقي فاصل، نطلع فاصل اوكي، عشان نرجع بقى نوري الناس هنفرد الكلام ده كله ونشوف القصه تمشي ازاي. فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا اللي ما تابعش معانا من بدايه الحلقه. الحلقه النهارده مختلفه تماما، يعني شغالين كده سلسله حلقات استعداد لموسم المدارس. الاولياء الامور بيبقوا يعني تعبانين جدا في فصل الدراسه، مش عارفين يعملوا ايه للولاد. يا دكتوره محتاسين بقى، فالشيف بياخد كده زي سلسله حلقات يساعد حضراتكم فيها نعمل حاجات جديده للمدارس. اتفضل. اللي انت طلبتيها. اهو اللي انت طلبتيه. اهو البرجر بالجبن. اهو برجر المحشي كده. اهو ده المخرج اللي طلب على فكره. اهو برجر محشي جبن، مش هنحشيه، هنسيبه كده عشان يتعرض معانا. تسلم. كويس، ناخد معانا بس كده. معلش بقى، عفوا، عشان على السريع كده. بصي بقى دكتوره، فاضل معانا شوية جبنة، معانا بطاطساية مسلوقة لقيناها كده. كويس، شوية الفلفل دول. افكار بقى، اللي بيدور على افكار يعمل ايه افكار لللانش بوكس. شوية جبنة فايضة، يعمل ايه افكار سندوتشات بالظبط. ممكن نجيب عليهم حتة بسطرمة، حتة صغيرة. نجيب عليهم قطعتين ثلاثة بسطرمة كده، أسرع حاجة كده. طيب طالبين، يعني أحد المشاهدين طالب البرجر تاني. طيب حاضر، ثانية واحدة بس، نروح كسرين عليهم بيضة واحدة. ماشي. نحط عليهم شوية ملح. المقادير بتاع برجر الفراخ اللي اشتغلناه النهاردة قدام حضراتكم على الشاشة. استأذن بس أندرو نسيبها شوية. حاضر. وشوية خضرة كده لو عندك. اي حاجه خلطه عملناها كده. عشان بس عايز اعمل حاجه كده بايدي. طيب وفي حد يا شيف طالب اللانشون تاني. طبعا بجانب ان حضراتكم لازم ترجعوا تتابعوا الحلقه عشان ما نزعلش الشيف مننا، بس ما بعد اذنك يعني ممكن نقول لهم اللانشون عملنا. طبعا ممكن نقول كل حاجه، بس يعني يا جماعه اتفرجوا على الحلقه. طيب انتوا مكسلين تتفرجوا على الحلقه؟ انا صدقني انا معاك. طيب خلينا بقى، معلش ناخد دي كده. يبقى دي جبنه على بسطرمه على بطاطسايه، جبن شويه جبن يعني. ماشي. المقادير برجر الفراخ للي طالب المقادير بتاع برجر الفراخ، مش الشيف شغاله دلوقتي. الشيف دلوقتي بيعمل لنا خلطه فكره كده ان احنا نعملها في السندوتشات.
خلاص كده يا جماعة الفكرة دي هنحطها كده وهنحط مكعب زبدة هنا كده وبعدين دي نعملها في الفينو ماشي في الـ في الـ في البلدي ماشي اهي كده وبنقفل كده نقفل كده تمام كده ناخد دي هنا كده عشان ما يبقاش احنا بنشتغل بالكايزر والتوست والحاجات دي لا ده احنا هنشتغل بالعيش البلدي كمان اهو طيب دكتور هاني مساء الخير مساء الخير على حضراتكم مساء النور يا فندم حضرتك يا فندم منورنا برافو عليكم على الحلقات الجميله ديت ميرسي كتر خيرك هو شيف سامح بصراحه مش مخلي عنكم يا فندم تحت امرك يا فندم احنا في خدمتكم انا افكرك بوعدك ليا انك انت وعدتني انك تعمل الهريسه الاسكندراني بس يظهر ان حضرتك انشغلت عن الفكره لا ما انشغلتش ما انشغلتش طيب. هعملها لك حاضر فاضل بس معانا حلقه كمان للمدارس اللي هي السبت الجاي عشان دخول المدارس بس وبعد كده ان شاء الله هنشتغل عادي خالص طيب بالنسبه للمدارس يا ريت حضرتك تعمل عصير للمدارس عشان انا ما بحبش الاطفال تبقى ماسكه علب العصير المحفوظه ديت بتبقى غير مضمونه على الاطفال ما انا بقول لحضرتك تابعني بقى الحلقه اللي جايه هتلاقي اجابه على كل الكلام بتاع حضرتك ده انا تحت امرك هنعمل العصاير اللي حضرتك بتتكلم الطارة. عليها ايوه اللي هي بالشوكولاته وبالموز وبالفراوله وبالبلح وكل ده على عينيا الاثنين هنعمله الحلقه الجايه برافو عليك يا شيف تحياتنا وتحيات كل اهل المنيا لحضرتك تحياتي ليك يا فندم وبشكرك على متابعتك واهتمامك وتحت امرك يا فندم تشكر خالص نورتنا يا دكتور حلو كده يبقى احنا خدنا عيش بلد اهو يعني برضو اللي مش عايز او ما فيش امكانيه ان احنا نستخدم العيش الكايزر ممكن نستخدم العيش البلدي عادي بالظبط عادي خالص 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 بس احنا ناخد الكايزر ده عشان ايه هو مضايقني فاحنا هنحاول نعمل له منظر يخليه نافع اوكي ماشي تمام كده خلاص كده احنا خلصنا كل الحاجات هنبتدي بقى نفرد الحاجات اللي حضرتك عايزه تشوفيها حلوة قوي نسيب ده كده ونشيل ده كده يعني الشيف جاله طلبات كتيرة جدا الاهتمام بالفصل الدراسي والمدارس جاية ومش عارفين نعمل ايه وفي يعني الناس اللي عايزة تستخدم حاجات قليلة وفي نفس الوقت تكون ليها قيمة غذائية عالية طيب في يعني نحضر مثلا ايه نعمله ممكن ان احنا نشتري ايه من بره وممكن ان احنا نستغنى عنه ونعمله في البيت فالشيف اختار ان هو يعمل لحضراتكم اللانشون الفراخ واللحمة في البيت البرجر عملنا برجر الفراخ في البيت نعمل حاجة نظيفة اللحمة مضمونة مفيش أي مواد حافظة مفيش أي مواد مصنعة مفيش ألوان صناعية مفيش أي حاجة خالص إن احنا نكون خايفين على الأولاد منها صح يا شيف؟ بالظبط كده برافو عليكي احنا أصلا أكتر موسم بيخوفنا على الولاد موسم المدارس مهم ان احنا نستخدم حاجات يعني اللي احنا بنستخدمه ده ممكن يكون شكله لطيف بس بيعلي المناعة عند الاولاد لكن طبعا على فصل الشتاء فهيحتاجوا ان تكون مناعتهم عالية فمهم ان احنا نستخدم البصل والثوم في الاكل مهم ان احنا نعلي كمان الخضار في الاكل فالحاجات دي نستخدمها ازاي ممكن الولاد يكونوا مش حابين ان هم ياكلوها لوحدها او مفيش مثلا طول الوقت عايزين يلعبوا بس عايز ساندويتش يكون مجمع لي كل الحاجات دي فحلو ان احنا نعمل حاجه زي الساندوتشات اللي تشيف عملها النهارده هنصبر عليه بس عشان خاطر ان هو يسوي البيض اللي جوه تمام حلو قوي تمام كده اللي هناك ده بيستوي على مهله وقع الجريل احنا ممكن ناخد ده جنبه ثانية واحدة ونطلعه ماشي والعيش بس مش ظابط بس احنا نخليه يظبط ينفع بقى ان احنا نقسم الحاجات دي في اللانش بوكس ينفع ان احنا نستخدم فاكهة الموسم في ان احنا نعمل كده يعني جنب الاكل نحط بقى الفاكهة اللي احنا عايزين نحطها او المتوفرة عندنا او اللي احنا قدرنا نشتريها بس المهم تكون في فاكهة يعني تكون في فاكهة تكون في خضار يكون في نوع بروتين مش لازم لحمة
ممكن ان احنا البيض، ممكن يعني الشيف حط البيض مع البطاطس فاستخدمنا الكربوهيدرات واستخدمنا البروتين، فاخدنا الحاجات من يعني من حاجات قليله برضو. مش لازم ان انا عملت البرجر، ممكن يكون مثلا نفذت الطرق دي والبرجر خلص من عندي، فممكن اعمل زي فكره تانية زي الشيف عملها دلوقتي، يعني نمشي نفسنا في المطبخ وفي نفس الوقت نهتم ان احنا نحط حاجات كتير للاولاد في الساندوتشات. زي ما دكتور هاني كان بيقول برضو العصاير، وممكن ان احنا نعمل عصاير في البيت، يعني تبقى بدل العصير من بره، وان احنا مش عارفين ايه المواد الحافظه اللي مستخدمه فيه. بس يا دكتوره حلوه قوي، شايفه ازاي؟ تسلم ايدك. العيش البلدي خالص اهو، حط معاه برضو كده، هناخد معاه بس لو كان كويس. استاذه سميريه مساء الخير. الو، كنت عايزه اهنيها على اسمها. طيب احنا مش هنطلع العيش ده عشان العيش ده طالع مش كويس. طيب. وانا مش بحب اطلع الحاجات اللي مش كويسه دي. العيش ده يعني مش لذيذ، هو مش بايظ بس هو مش لذيذ يعني. ماشي. بصي عامل ازاي، بس مش هيبقى حلو يعني، فانا مش بفضل يعني. هو كويس وكل حاجه بس هو العيش مفتول يعني. فانا مش بفضل ان انا اعمله كده. بس مفيش مشاكل، ممكن نشتغل كده. ماشي. ده يبقى كده. تسلم ايدك يا شيف، انت عملت ان اصناف كتير وانواع كتير من نفس الحاجه. خلاص؟ حلو. يبقى احنا نشيل بقى كل الكلام ده. بس انا هخلي ده هنا عشان انا عايز ادوق الهمبرجر. طيب ممكن تطفي بس على الطاسه اللي بتولع دي. فين بقى حضرتك كده؟ مطفي خلاص، ده مطفي. مطفي، احنا طفينا كل حاجه. عندي ليه طيب؟ طيب ماشي خلاص بقى كده، انت بقى كده خلاص، انت كده استوفيتي اجرك معايا، فاحنا كده خلاص هناخد. طيب بقى نطلع. استاذه مريم مساء الخير. هنطلع. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ حضرتك عامله ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. قولي لي ايه اخبار الحلقات معاكي؟ استفدتي ايه؟ جربتي ايه؟ في ايه ممكن تجربيه؟ تمام. انا اهم من التجربه واهم من الاكل كلامكم مع بعض الجميل وطريقه سامح الجميله، وانا بتفرج للاستمتاع، بس طبعا من الاكل انا هجرب. هي بتعكسني بس. اهلا بيك يا فندم، ميرسي على الاتصال. هو الصوت ماله يا جماعه؟ إيه بص الفطيره بقى، بص الفطيره عامله ازاي. نورتينا يا استاذه مريم، واتمنى طبعا حضرتك تفضلي متابعانا، ولو في حاجه جربتيها قولي لنا جربتيها وطلعت ايه. فطيره حد جايب معايا الفطيره دي؟ شوفي عامله ازاي، دي التفاح استوى ازاي من جوه. خلاص اوكي، حلوه قوي. ندوقها بقى كده عشان نتاكد ان احنا مشينا مظبوط. نعمل ايه بقى؟ ناقص لنا ايه؟ احنا قلنا هنعمل ايه؟ شوف انت بتحب تحط عليها ايه؟ هي اولا مش محتاجه حاجه خالص. طعمها رائع جدا، بس ممكن رشه كده سكر وقرفه على الوش كده تبقى رائعه جدا، يعني ممكن نعمل كده، ممكن وممكن ما نعملش. زي ما احنا زي كده تمام، هي يعني هي عشان التفاح وريحه القرفه، بس هي سكرها مظبوط وحاجتها مظبوطه جدا، وحاجه من الحاجات اللي مغذيه جدا والرائعه جدا للولاد يعني. بيض وتفاح، بيض وتفاح وقرفه، يعني حاجه رائعه جدا. وده الصوص اللي احنا عملناه، هنشيل بقى كل الكلام ده كله. جميل، يعني الشيف دخل لنا البروتين في الاكل، دخل لنا الخضار، دخل لنا اللحوم ان احنا نبقى جايبينها وعاملينها في البيت، عاملين الحاجه في البيت، عاملين البرجر في البيت، لان الحاجات المفرومه دي عموما او الحاجات المصنعه خاصه اللانشون والبرجر والحاجات دي كلها بنبقى مش عارفين هي معموله ازاي بره، فعشان كده الشيف اختار ان هو يعمل سلسله الحلقات دي للاطفال الصغيره بالحاجات النظيفة من البيت، ان انا اكون عامل الحاجة بنفسي ومضمون نتيجتها عاملة ازاي. بالظبط. ولا انت مش معايا خالص؟ انا باكل همبرجر. اه عاجبني بالهنا والشفا، طعمه رائع.
أنا ممكن أسألك أنا كنت بقول إيه على فكرة؟ ده إحنا مش في الفصل بقى أستاذة يعني. ما أنا مش هعرف أنت كنت بتقولي إيه لأن كنت باكل. فإحنا دلوقتي عملنا لانشون الفراخ، عملنا بولوبيف اللحمة، عملنا همبرجر اللحمة قبل كده، عملنا همبرجر الفراخ، عملنا سندوتشات، مجموعة سندوتشات متنوعة يعني، عملنا حلويات للولاد بالبلح، وعملنا حلويات بالتفاح. الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنعمل شوية عصاير، الحلقة اللي جاية هتبقى شوية مصنعات صغيرة عشان برضو المدارس والحاجات اللي هي تتعمل في كلمة ونص لما ماما تصحى الصبح تعرف تعملها في 10 دقايق. عملنا السوس بتاعنا بس مفيش أكل. لا ما هو مش لازم كل مرة نعمل أكل، ما هو يعني لا هتبقى مصنعات بس هنعمل حاجة تانية بس أنا مش عايز أقولها دلوقتي عشان نشكر ربنا يعني احنا متشافين كويس وبنتاخد وبنروح في حتة تانية وبيجودوا بس بيعرفوش يجودوا بس الحمد لله. يعني همبرجر الفراخ اللي احنا عملناه ده ما تعملش في حتة قبل كده لانه كله بيعمل بالاضافات. احنا النهاردة لأول مرة همبرجر الفراخ بيتعمل بدون اضافات وبنسمغه وبيمسك وبيطلع احلى همبرجر، وانا اتعمدت ان انا احط واحد بالجبنة عشان خاطر ان هو يبقى شكله باين ايه هو الهمبرجر اللي احنا عملناه. همبرجر الفراخ رائع جدا، طعمه مميز جدا. عملنا الفراخ قلنا قطعة اللحمة عليها فص توم، يبقى احنا عملنا 4 قطع، حطينا 4 فصوص توم، حطينا بصلاية بحجم اليوستفندية كده بشرناها وخدنا ميتها وحطينا ملح وفلفل ولورة وكزبرة ناشفة وبهارات لحمة وحطيناها على الهمبرجر وقلبناه وسمغناه وقرصناه في الكيس زي ما احنا قلنا بمنتهى البساطة في الكيس، وحطينا الكيس وفردناه، الكيس بيكبسه أحسن من 1000 مكبس، وخدناه وسويناه وعملنا بالجبنة وعملنا بالبيض وعملنا الصوص بتاعه عبارة عن كاتشب او كاتشب حراق ومستردة وزبادي ومعلقة طحينة، بيطلع احلى صوص للهمبرجر في الدنيا بعيدا عن الكلام التانية. حلوة. عملنا سندوتشات بالبيض والجبنة والبطاطس، حاجة في منتهى الروعة. بص السندوتش من جوه عامل ازاي، شايف عامل ازاي اهو، بالعيش البلدي وبالعيش اللي يعني بصي اسمها يعني هدوء مش هنبص. وبعدين لا معلش استنى، يعني ايه يعني بصي ما يعني انت يعني انا بص بس ولا ايه؟ هتاكلي تدوقي انت ما بتدوقيش حاجه مش عارفه ايه. طيب تدوقي ما تخافيش، ما هو من عينك المخرجين بس انا مش دعوه. انا هاكل. رائع جدا. الولد لما ياخده في المدرسه هقول لكم حاجه ظريفه جدا، هو بينزل من البيت الصبح بياكل على الساعه 10 10 ونص في الفسحه، ده لو خده في البيت وقفل عليه اللانش بوكس ما يجلتش، يعني لما يجي ياكله على الساعة 10 10 ونص هيلاقيه بنفس الطعم وبنفس الجودة وبنفس الكلام ده. وعملناه بالعيش الكايزر وعملناه لفطيرة التفاح. ايه؟ طب قولوا لي في ودني انا عملت غلط. طيب طيب ما عليك، احنا بليك احنا ما حدش شايف، استنى شوية. ماشي انت خبطتيني حسستيني ان انا بقول حاجات في الفاظ. طيب شايف احنا ده دي تعليلي بقى. استنى الساندوتش ده، طيب قول للناس بقى شايف الساندوتش ده كان ايه. بصي احنا قلنا الساندوتش ده كان بيض وجبنه وفلفل الوان وبطاطس، كسرنا عليهم بيضه وحطيناهم في العيش وسويناهم بقطعه زبده في الطاسه شمال. ماشي ده يعني لو عايز اخرج بره البرجر ما عنديش برجر، ما عنديش برجر خلاص انا هاخد سندوتش تاني اهو. تمام. في بطاطس، في بسطرمه، وانا اديت له البطاطس بشكل تاني، هي مش مقليه، بطاطس مسلوقه، واديت له معاها فلفل الوان، واديت له معاها قطعتين ثلاثه بسطرمه، واديت له معاها بيضه كسرتها عليها، وجبن اي جبن بقى موجود عند حضرتك، حتى لو جبنه مثلثات، حتى لو جبنه بيضه، لو ايش ايا كان حطيها هتسيح على النار ما فيش عندك مشكله. وحطيناه الطعم بتاعه بقى بيبقى ايه، انت دقتي ولا لسه؟ لا انت اللي دقت. كملوا بقى كله انا عايز بس طولي بالك. طب ممكن انا اختم واسيبك تاكل؟ لا طب انا بس انت معايا ولا معاك؟ كلنا معاك. سندوتش عالمي. طب انت بأبسط المكونات عالمي. دي انا مش مضايقاكي هاكلها بس اهو.
النهاردة عملنا برجر الفراخ، عملنا فطيرة التفاح. مهم ان احنا نستخدم عناصر غذائية كتير في الاكل اللي مش متوفر عنده لحوم. ممكن ان احنا نستخدم البيض، بس ان احنا نمشي نفسنا في المطبخ نعمل اكلات حلوة ومفيدة للاولاد مليانة الوان. يعني الشيف بيستخدم الفلفل الالوان، ممكن ان احنا نظبط كده لانش بوكس حلو للاطفال الصغيرين او للوجبات وهم مثلا رايحين المدرسة. لسه الافكار مستمرة وشيف سامح مكمل معاكم حلقات المدارس. بشكرك جدا يا شيف. ربنا يخليك يا دكتورة، ميرسي جدا وميرسي على التفاعل بتاعك معايا وان انت بتفكري دايما في الحلقات بتاعة المدارس دي. وبشكر كل زمايلنا وحبايبنا، وبشكر إدارة القناة، وبشكر كل الناس، بشكر الجماعة اللي اتصلوا والمتفاعلين اللي بيجربوا وبيشتغلوا معانا ومتجاوبين معانا. أهلا بيكم، مبسوط منكم جدا. إن شاء الله هنجيبكم معانا هنا، تابعونا. كل اللي بيشتغل صنف من اللي احنا بنشتغله هنخليه يجي ويعمله هنا إن شاء الله في حلقات متتالية، وفي حاجات ومفاجآت جاية إن شاء الله. طيب انا بشكر حضراتكم جدا، واللي بيجرب الحاجه مكتبوا لنا في الكومنتس ايه الحاجات اللي جربتوها وايه الحاجات اللي انتوا عايزينها الحلقات الجايه. بشكركم جدا، بشكرك يا شيف. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من هي يومي. الى اللقاء. الى اللقاء. أكلت شهية 100% أصناف جديدة في هي ومي. خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى، نحو علشانك هي ومي. وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومي. أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس في هي ومي. هي ومي هي ومي ده وقتك اللي بتستني. هي ومي هي ومي ما هو علشان هي ومي. هي ومي.